ما زلنا في نفس الملف، وينضم إلينا الآن الرائد أحمد المرغني رئيس جهاز الحرس البلدي سوق الجمعة. سيادة الرائد مساء الخير. مساء النور. أهلا وسهلا بحضرتك وشكرا لتواجدك معنا اليوم. طبعا مقدرين احنا حجم الانشغال وحجم الاستنفار اللي خايمين به الآن لتتبع هذه القضية وقضية تسمم، فقط حتى التعديل، لأن أنا في البداية قلت 155 ولكن المصدر اللي متواصل معه أكد لي أن العدد 115 حالة. سيادة المقدم، إلى أين وصلت التحقيقات في قضية التسمم؟ أولا أشكرك أخي الكريم على هذه الاستضافة. الشكر لك. بارك الله فيكم. إحنا طبعا بعد وجود إشارات هاتفية من قبل مواطنين بالمنطقة عن وجود حالات تسمم، نعم، بصالة مناسبات كائنة بمنطقة سوق الجمعة، نعم، على الفور تم خروج الدوريات، مع تم التواصل مع مدير المديرية الهاتفية ومدير النظام العام الجزئية. تم التعامل مع الموقف والخروج إلى المستشفيات والمصحات التي فيها حالات التسمم، نعم، وذلك بحضور مدير النيابة. تم حصر الحالات، هي كانت قدامنا بمستشفى الطبي ومصحة الحافظ الكائنة في منطقة سوق الجمعة. طبعا الطبي كان فيه 15 حالة، نعم، هذه اللي أمامنا، منهم 2 حالة وفاة، نعم، ومصحة الحافظ كان 2 حالات، نعم. احنا تم اتخاذ الاجراء، طبعا تم الانتقال للصالة وقفلها واستجلاب صاحب صالة هذه المناسبات الى وحدة التحقيق بفرع حرس بلد الجمعة، نعم. وكذلك من خلال التحري والتحقيق تم استجواب صاحب المناسبة الاجتماعية الذي قام بها في الصالة. تم التواصل الى المحلات جزارة القصابين اللي واخذ منهم الاكل هو، نعم، وتم قفلهم وإحالتهم في وحدة التحقيق فرع حرس بلد سوق الجمعة، نعم. طيب بكري سياده الرائد، عفوا، لما تواصلت معك قلت لي انا كيف طالع من النيابه، الكلام هذا كان تقريبا الساعه 5 5 ونص، ما الذي حدث في النيابه واين توجهت انظار الاتهامات او من هو الجاني او المجني، يعني والمجني عليه الان شوف فيه تكلموا عليه 115 حاله. احنا طبعا لما قلت لك كيف طالع من النيابه كانت الساعه 5 او 5 ونص، نعم، ذلك الوقت هو استفاد تحقيق وعرض المحضر على مدير النيابه. اها، ايه طيب، تسمع فيك الكلام؟ نسمع فيك كويس. الحقيقه سياده الرائد، مثل هكذا ملفات يعني طالما نتابعها ونشاهدها من خلال صفحاتكم على الفيسبوك كجهاز حرس بلدي في كل ليبيا، وأيضا من خلال مركز الرقابة على الأغذية والأدوية، ما الذي يحدث؟ لأن هناك قول من العديد من الناس أن من هم مسيطرون على السوق الليبي في مواد الغذائية واللحوم والأسماك وغيرها أغلبهم غير ليبيين، وبالتالي لما يكون غير ليبي مش هيحس بيك، أي شيء هيجيبه. ما الذي يحدث في سوق المواد الغذائية بشكل عام وأنتم على دراية كاملة بكل تفاصيله؟ طبعا هم اخي كريم اغلب القصابين يكونوا من الجنسيه المصريه، اللي هو يشتغل داخل المحل، وطبعا بيكون صاحب المحل اكيد ليبي، لكن اللي يشتغل في المحل هو من الجنسيه المصريه. طبعا احنا نحيلوا فيهم لوحده التحقيق بالفرع حرس بلدي سوق الجمعه، وناخذ باجراءاتنا تامه ونحقق معاهم. وطبعا احنا لتو موصولات قاعدين تحت شوفات تحقيقي، ان العينه توجهت لوحده الرقابه والعينه في 72 ساعه. نعم. هو الاستاذ ابو بكر مروان ذكر ان حسب يعني ما اشار لي مبدئيا قبل خروج التحليل، الجزار اللي تم اخذ منه اللحوم لهذه المناسبه حكى انه معروف وفي سوق الجمعه، والرجل راهو حتى الذبايح لما يجيبها جايه من سلخانه وعليها حتى الختم، وبالتالي يبدو لي ان هناك اشكاليه، لان ما يتم تداوله امس عبر وسائل التواصل الاجتماعي وتحديدا الفيسبوك ان فيه من عنده مشكله مع صاحب الصاله وحط السم للناس، ان اللحم او الدجاج اللي تم تقديمه هو في الغالب ان احنا الليبيين راهو في المناسبات ناكله في اللحم، الدجاج هذا صعب، لكن هذا ما تم تداوله، ان الدجاج كان مريض قبل ذبحه واعطاه للناس.
أن التسمم صار لعدد معين مقصود، وبالتالي أنت الآن كرجل في هذا الجهاز لو أعطيتك الخيارات وتوقعاتك قبل خروج النتيجة، وأنا أقدر تماما أن أنت ما تقدرش تعطي صورة واضحة لين تتم التحقيقات، ولكن على الأقل المشاهد الكريم يفهم، لأن الموضوع راو أنت تعرف أنه واخد ضجة كبيرة، تتكلم على 155 حالة وعدد 2 وفاة أو وفيات. احنا نقول لك على حاجه، احنا كرجال بلدي احنا ما بدوش نحكموا نقولوا ان احنا صاحب الصاله او صاحب الصاله العينه الموجوده في وحده الرقابه تمام، تحليل النتائج هي اللي تطلع النتيجه. احنا حاليا قاعد تكون تحت التحقيق مع اصحاب الطبيب وصاحب الصاله والمشرفة وكل ما تداول في هذا التوزيع وكل ما تداول في هذه الامور. نعم سيادة الرائد. ايه طيب كويس، انا سألتك سؤال واتمنى حقيقة ان انا نحصل له اجابة اللي تكفيني وتكفي المشاهد الكريم. السوق الليبي واللي حكيت لك على ان هناك تجار من الخارج وغير ليبيين من مصر ومن غيرها، وتحديدا في الغالب يحكوا ان مصريين وسوريون هم اشقائنا ومرحبتين به في بلادنا، ولكن الحديث عن أنهم هم أكبر تجار وهم زي ما يسموا فيهم رؤوس التجارة في ليبيا في جميع الحاجات وتحديدا المواد الغذائية. ليش هذا؟ هل هناك تقصير من التاجر الليبي؟ هل تصدمتم بواقع مرير من خلال أحد التجار الكبار اللي يسموا فيهم الحيتان الكبار من غير الليبيين، وكيف تم التعامل معهم؟ هو انا نقول لك شوف باهي، نعم هو دائما يكون صاحب القصاب ليبي الجنسيه، واللي يشتغل معاه بيكون مصري الجنسيه او تونسي او اي جنسيات اخرى. فطبعا احنا نقول شوف الليبيين مش الليبيين كلهم يشتغلوا في الظهرين والقصابين والمخابز، فهمت؟ ضروري انه بيكون في عماله اجنبيه، لكن صاحب الترخيص راو ليبي. يعني حاطين واجهه ليبي والتاجر او صاحب راس المال غير ليبي؟ لا هو صاحب راس المال معظمهم حيكون ليبيين. احنا شوف اصدار التراخيص ضروري تكون ضروري تكون ليبي الجنسيه، فطبعا بيكون صاحب القصاب او المخبز بيكون ليبي الجنسيه، لكن اللي يشتغل في المخبز او الجزار بيكون خارج مصري الجنسية أو تونسي الجنسية، فهمت؟ نعم. طيب سيادة الرائد، إذا كان عندك أي إضافة في موضوع التسمم اللي صار يوم أمس وأدى إلى تسمم 115 حالة بالإضافة إلى حالتين وفيات وشابة عمرها 45 سنة وطفل يعني من مواليد 2001، يعني تكلموا عليه مواليد 1977 و 2001. احنا طبعا دينا الإجراءات، تم قفل المحلات، نعم اللي هم القصابين وزي ما قلت لك حالتهم وحده في الفرع وما زال تحت التحقيق، وصاحب الصاله هو تم قفل الصاله وحقق معاه وكان تحقيق المشكله اللي قائمه بتوزيع الاكل. نعم. الصاله هي من صفيقه تونس هي، وما زال زي ما قلت لك نت التحقيق وما زال تنظروا في نتائج.